دايما كلامي كل ذكر ليك وفي الشهر الكريم خليك بيا رحيم. ضعيف أنا بنديك يا رب صمت النار وديني على الفطار. بقول أنا بسم الله نفسي تغفر ذنوبي وكمان تستر عيوبي. ده أملي في الحياة. شكرا لكل واحد ساهم في سعادة محتاج. جمعية البر والتقوى المصرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. ديورابيت يتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. ديورابيت 19219. مؤسسة مصر الخير تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. الصلاة يا مسلمين الصلاة، الصلاة يا موحدين الصلاة. الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.